السلام عليكم. الشكل دوت مكون من آلاف أو ملايين النقط اللي بتخدم الليزر سكان. فلو عايز حجم في حجمها هاجي هنا أقول له أنا عايز البوينت ديسبلاي ديت تكبر لي حجمها زي ما انتوا شايفين أو تصغرها زي ما انت عايز. تمام. طيب ممكن أحدد نقطة الأصل بتاعتي، أقول له أبديت أوريجن أن النقط الأصل أي مكان أنا عايزه. وليكن مثلا هاجي هنا، هي دي نقطة الأصل اللي أنا عايزها، هدوس تاب بحيث تبقى موجودة هنا. الزد ممكن نعكسه بان انا ادوس الت، مجرد ان ادوس الت خلاص بينزل الزد لفوق او لتحت. تمام. لو هو خلاص ده شكل جديد هتدوس انتر خلاص، يبقى هو ده الاكس والواي والزد او الاتجاه بتاعتك اللي موجود دلوقتي. ممكن تقول له ريسيت اوريجن لو انت عايز ترجع للاوريجن اللي قبل كده.